السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دلوقتي هنشوف لو انا عايز اتحكم في الماتيريال اللي موجودة، فهاجي هنا على قسم الماتيريال. دلوقتي خلاص هيبقى اكتف معايا. ده هنا مثلا متعرف على ان هو كونكريت، ده متعرف على ان هو فلور اوتسايد، ده متعرف على ان هو ووتر. طيب خلينا نقول له مثلا كونكريت، فيبدأ يقول لي ده الكونكريت تقدر تعدل فيه زي ما انت عايز. ده هنا الكولر ماب، هنا النورمال ماب، هنا التشوز ديسبيسمنت. طيب هقول هنا الكولر ماب، تقدر تحمل اي صورة تانية واخدة التكتشر وتعدلها زي ما انت عايز، وممكن تعدل في الخصائص بتاعت الكولر بشكل دوت، الريفليكشنز تقدر تعدل فيها، ممكن تقول شو مور وتشوف اعدادات اكتر، يعني ممكن ترحل الخطوط ديت لو انت حاسس انها عايزة تترحل شوية. طيب ممكن تقول له النورمال ماب عايز تغيرها، او الديسبيسمنت عايز ان انت تغيرها، او ممكن تنسخ الماتيريال دي وتحطها في اي مكان تاني بحيث تيجي بنفس الخصائص بتاعتها. هنا يعني بغير ماب سكيل زي ما انت شايف، وهنا بنعمل لها روتيت، بدأت تبقى اوضح فكرة الروتيت بتاعتها. طيب تعال نشوف ماتيريال تانية زي الفلور بيجيبها لك. فانت ممكن تغير الماتيريال نفسها، تقول له مثلا عايز اخد ماتيريال بلاستر مثلا زي كده، وتخش تعدل في الخصائص بتاعتها، وبعد كده تقول له اوكي. ممكن تيجي مثلا على الووتر وتعدل الارتفاع بتاع المية، تخليها مثلا حاجة بالشكل دوت، الويف الريفليكشن، وهكذا. ممكن تعدل الألوان لو انت مثلا عايز تغير اللون بتاعتها، ممكن عايز تخلي أزرق شوية بالشكل دوت، تقول له اوكي فتتغير بالشكل دوت. فأي حاجة انت عايز تعدل فيها، مجرد ان انت بتعمل سيلكت مثلا للريلينج مثلا، تقدر تعدل الخصائص بتاعته زي ما انت عايز.